بارك الله، بارك الله، الخير الخير بشتى الخير. أوه، ولين إذا كان مرقونا غادي الشتاء. أحنا دخل القرار ده. السلام عليكم الحلو ديالنا، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ الصحة لاباس؟ نتمنوهم الله دايما تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معنا فيديو جديد ونهار جديد. النهار هذا يا تبارك الله الشتاء بيتا بيتا بالليل الشتاء، ودابا عاوتاني الشتاء تبارك الله. يلا خرجت واحد شوية الفطيرة، خرجت للكانون نصغى واحد الحرشة إن شاء الله يا ربي نصغوها لك. أصبروا بسم الله. عندي هنايا السميدة، السحتار، الملاح، خمارة هاد الحلوى، والزيت البلدية. بسم الله
السلام عليكم اخوان الاخوات المتتبعين ديالنا في الوطن خارج الوطن، نتمنى من الله يكونوا بخير وعلى خير ويكون الجميع في احسن الاحوال. مبروك الرواء علينا وعليكم وعلى الجميع. تبارك الله الايام هاد الشتاء الحمد لله الحال برد، الله تبارك الله طاحت علينا مجهود الاخوان والحال برد. دابا حنا من يبرد الحال الكسيبة ضروري خاصها تهلا فيها بالعرف، لان الكسيبة في الايام ديال الحراره واخا العرف قليل ماشي مشكل، ولكن في الايام ديال البرد العرف ولا بد منه، لا للغلام ولا للمعاز ولا لاي حاجه، للبقار للبهايم، يعني اي حيوان او اي ماشيه في الايام ديال البرد خاص تبن مزيان والعرف مزيان. كما تشوفوا الاخوان دابا عندنا العلف هنايا، نعبوا له البغله الشعير، نعبوا له الغلمه، دخلناها من الشتا تبارك الله كازت واحد الشتا بجيده تبارك الله، رواه القضيه مزيانه، والكانون بايع عزاز، حنا الله يعطيها الصحه راه صغرنا الحرشه، دابا من هنا بقى يعجبو يدخل على الكانون، القضيه الكانون من هنا فوق يعني بان مزيان، وانتوا معنا. تبارك الله المشوف، الله يعطيها لنا قدر النفع، تبارك الله الخير رب العالمين، هو المسمى الحمد لله.
حبيبه. اللهم صل عليك يا رسول الله، بارك الله الخير الخير بالشدة الخير. كما تشوفوا الاخوان تبارك الله يا ربي، عاد دابا كان الجو فطار، يعني ما القضيه كانت ما كاينش حتى والو، قضيه قلنا صافي مشى اذا غير تما العشيه، فاذا بها تجي شتا مفاجئه تبارك الله يا ربي. نمشيو بصح دابا الفلاحه ناشطين، اي واحد دابا ناشط، لان منا فوق ان شاء الله يا ربي صافي ما كاين لا زرع الفول والجبان، يعني الفول والجبان دابا على بركه الله. شكرا الاخوان بدلوا حوايجنا وتعالى نكملوا معكم. بسم الله. اوه وليني داك مراقونا في هذا الشتاء. الشتاء تبارك الله يا ربي الخير مولانا، ربي يرحمنا. بالرزق. الله يودي. ربي يرحمنا، اللهم لك الحمد. الحمد لله. كل شيء معي الشتاء تبارك الله. اللهم لك الحمد. نكتشف هذا في الدكة. بسم الله. اوه. سبحان الله يعطيها الصحة وزدنا الحرشة. الصحة والراحة. ما يعطيك الصحة. بسم الله. تبارك الله طاجين بالبيصار. جا ما عشتنيش أنا البيصار. طاجين بالبيصار في الشتا يعني ما كاينش يخا. دابا الإخوان تبارك الله الايام ديال الخريف، يعني شهر 10 من يتنصص وطيح تبارك الله ربي فيه الشتاء وضروا العام يكون مزيان. دابا على بركه الله بنزرعوا ان شاء الله يا ربي الفول، وبنزرعوا الجلبان والخرطال والشعير للكسيبه، يعني الشعير والخرطال للكسيبه. الزريعه الفرينه والقماح والشعير تما يعني على حساب الصايب، والفول الرقاقين والعدس هاهو كلهم يبداو ان شاء الله يا ربي في شهر 11. في الاول شهر 11 بدايه بالموسم الفلاحي. دابا على بركه الله بنسقوا ان شاء الله يا ربي كما نسموا احنا التقشير. التقشير ان شاء الله هي الفول والجلبان دخول الشمس ان شاء الله على بركه الله ونتوكلوا على الله. العام تبارك الله راه مزيان، لان العام باش تعرفوا مزيان هي من يطيح الشتاء في الايام هذيا. العام تبارك الله يبدا مزيان. الزيتون يعني جات مع هذا الشتاء بزاف. الزيتون دابا هو اللي استفاد رقم واحد من هذا الشتاء، هو الزيتون تبارك الله يا ربي. يعني الزيتون كتكمش واحد شويه اللي ما مروي شيء، حنا ما عندناش الزيتون اللي بدا مروي، يعني الزيتون عندنا بوري. دابا تبارك الله الشتا هذي اللي طاحت عليه كامل بيت تفتح وبيكون به الزيت مزيان وبيكون العام زين ان شاء الله. الحمد لله على الراويه وربي عيطينا على اللي فيها الخير، اللهم لك الحمد.
الحمد لله، اللهم لك الحمد، الشتا تبارك الله طاحت وروات الارض، اللهم لك الحمد، وحنا فرحان واحد الفرحه كبيره الصراحه بهذا الشتا، اللهم لك الحمد. زين الزيتون وحرثوا الناس وينوض الربيع وبخضر الدنيا ورجع الدنيا زايه تبارك الله. وي بلاد الجو، الله الجو تبارك الله بلاد فعلا. والشتا حاليا دابا خدامه تبارك الله طايح. الحمد لله. الحمد لله. ربي يعطينا على اللي فيها الخير. داك الشيء اللي كاين. الحمد لله يعطيها لنا قد نفع. اللهم امين، وحنا الاخوان الخير كامل مع الشتا. الله يرضي. حنا من ناطح الشتا غادي يقع عنا نشطة، وديما نقول للاخوان والاخوات الفيديو. ديما نقول لهم من يقع عنا الشتا يقع عنا القضية نشطة، لأن الشتا يمشي معها الخير كامل. إذا يكون الشتا موجودة يكون الماء موجود في الأبيض، الماء موجود في الويدان، الماء موجود في العيون، في الخنادق، في العناصر. فاين مشيت الطلخ؟ مشيت الجبر الماء. وي. وشي جرعه ثاني مزيان، كل شيء مزيان. فعلا، واي فلاحه تجي مزيانه. لا بالخضر ولا غير الخضر، اي فلاحه ما يكون العام فيه الشتاء مزيان، يكون كل شيء مزيان. ومن يكون ناقص العام الشتاء، تكون القضيه صعيبه واحد شويه. هادشي اللي كاين. الحبيب ديالنا هذا هو الفيديو ديالنا هذا النهار، نتمنهم الله دائما يلقاكم باحسن الاحوال واحسن الظروف. والله يلحقكم شايف قلبكم، وهذا اللي كاين. السلام عليكم، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، اللهم امين رب العالمين. حنان مشكوره بزاف على الطاجين، الله يسر الله يعطيها الصحه، وعلى الحرشاء يعني واخا في هذا الشتاء غير خشب في الكانون قامت بواحد المجهود كبير. ولكن حنان نقولوا هذا العواد مخبعين اصلا، عندنا العواد مخبعين من الشتاء باش من يجي الشتاء ما يكونش عندنا المشكل. نمشيو على النباح نجيو العواد ونشعلوهم، ما نخليهمش برا، لقاو برا يبزوا. ضروري حنايا نجمعوا شويه العواد ضروري من ايام الشتاء، من ايام الشتاء ونخبعوهم من الشتاء. هادشي اللي كاين الاخوان، ما بقى لنا الا شكر المتتبعين ديالنا جزيل الشكر على الدعم ديالكم للقناه، على الاشتراكات ديالكم، على اي كلمه قلتوها مزيانه في حقنا شكرا جزيلا، تبارك الله عليكم، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.
سن يولادي أرضك يا صحراء رحي أرض بلادي أرضك صبحت حرة.